بون انا ما تكنيك انا جيني دي بروسيدي شيمي. بون صباح اليوم جوزنا شيمي ونكذبش عليكم كان سوجي بزاف صعيب لي انا كومباري لي باك الاخرين كاع لي جوزوهم كاين دي زيد جدد مش ما يتعاود ما تعاودوش واش كانوا في لي باك الاخرين. بورتون انا كنت اكل ندي مليح مع الاول السمانه الاولى اليوم الاول سهلوا لنا شويه عربيه شويه اسلاميه هكذا اونجلي صافا بصح اليوم سبيسيال مصباح شيمي صعبوا لنا بالبزاف دي زيد جدد داروا لنا وكلش ما سنيتهمش انا شغل مع لي جيت فرنسي ما ماشي صعيب صافا سهل اللي يعرف فرنسي هكذا يقدر يسلك راسو طريقه طبيعيه واللي موايان شغل نورمال كان يدي حقه بصح صباح شيمي لا ماتيري اسونسييل بزاف صعيبه انا من شعب التسيير واقتصاد بون باك باك بون المات صعبونا مليح مي ابار سا فرونسي والاخرين صافا سهلين صافا نقدر نخدموا فيهم وان شاء الله في اخر شعبة اداب وفلسفه كان الموضوع ماشي في متناول الجميع كان صعيب شويه وحنا درنا اللي علينا وخلوها على ربي ان شاء الله مادا بينا هاد العام شغل مادا بينا يساعدونا في التصحيح شويه ما يهلكوناش في التصحيح هذا ماك ما كناش نستناو في هذه الامتحان يجي هكذا هي كانوا كاين شويه مواد في متناول الجامعة تقدر تخدم بصح الماده الاساسيه اللي كنا تاكلين عليها واللي تعاوننا وسما اللي باش نفرحوا فيها الميمه والبابات واليمات ولا فامي يفرحوا بك ومنا وانت تفرح معاهم هاكي تشوفي معامل ستة هاكي تشوف شاطوها لنا وكنا نستناو سما مقاله وجاتنا سما مقاله صعيبه بصفتي تلميذ شعب التقني الرياضي يعني ماده الرياضيات جاتنا سهله وتقييمي الايام الثلاثه يعني التلميذ المتوسط يقدر يجيب فيهم تقييم اليوم الاول كان الحمد لله اليوم الثاني رياضيات جواهر واحد يقول الحقيقه جواهر ان شاء الله نكون خدمنا في هندسه مدنيه شعبه تاعنا وش نقول ان شاء الله نجيبوا الباك وخلاص كان سهل تاع فرونسي احنا جوزنا سيونس ماتيلام سيونس تاعنا بارابور لي سانتيفيك بزاف سهله ومديبي تاع الباك كان ساهل البكالوريا سيرتو تاع مات حنا كنا خايفين منها كوفيسيون سبعة وكان ساهل والله كان ساهل انا حي برك ندير ديديكاس لصاحبي الياس وصاحبي ناسين